التونسية. نشرة الظهر من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم إليكم نشرة الظهر. في انطلاق الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي دورة 24/2000، الإعلان عن إحداثات جديدة في المسارات التعليمية وتوفير 12,000 سرير إضافية خلال العودة الجامعية المقبلة. قريبا إصدار قرارات ترتيبية لتنظيم عملية الخزن وتحديد أجلها للقطع مع كل أشكال الاحتكار والمضاربة، وفي النشرة متابعة للموضوع. الليلة افتتاح دورة 58 لمهرجان قرطاج تولي، وفي النشرة فكرة عن برمجة الدورة وجديدها. وفي شأن الفلسطيني، لجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن انهيار جميع المرافق الصحية جنوب قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني المتواصل، والكنيسة الإسرائيلي يصوت على قرار يرفض قيام دولة فلسطينية. إلى التفاصيل. أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 بمباشرة الأبحاث مع 38 شخص من المجتازين خلسة من المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء الذين رفضوا الامتثال لإشارات دوريات الحرس البحرية بالتوقف، كما قاموا بالاعتداء بالعنف على عدد من الأعوان. وصرح وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 والمتحدث الرسمي باسمها القاضي هشام بن عيادة بأنه تم تعهيد الفرقة المركزية الأولى لمكافحة الإجرام في بن عروس بمباشرة الأبحاث في شأنهم. انطلقت اليوم الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي وتتواصل على مدى 3 أيام. وبالمناسبة أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير خلال ندوة صحفية أن دليل التوجيه الجامعي في نسخته النهائية سيصدر اليوم. وفي تصريح لسلوى المجري، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن إدراج أحداثات جديدة في المسارات التعليمية ذات أفق تشغيلية. عندنا زوز احداثات جديده، مدرسه العليا لعلوم وتقنيه الصحه بقفصة تابع جامعه قفصة، وكذلك المعهد العالي للهندسه الرقميه بجامعه تونس. الهدف تشغيليه حاملي الشهاده الوطنيه، وكل البرامج اللي قاعدين نصلحوا فيها في الاتجاه هذاك. كل من له الحق سيتحصل على منحه وسكن. بالنسبه للاعاشه، هذيك مفتوحه لكافه الطلبه مهما كان الدخل نتاع الولي. المبيت احنا في المطار اللي تورد علينا ونستجيب في حدود 82.5%، اللي هي نسبة مرتفعة جدا. الوزارة عندها العديد من المشاريع في طور البناء لتوفير مزيد الأسرة. مع هذاك عندنا 3 دواوين يوفروا في أسرة عن طريق الوكراء، يمشوا للخواص ويكريوا، لكن يلزم تستجيب للمعايير المطلوبة. الرقم أكثر من 12,000 سرير إضافية، والتكلفة راهو من 70 إلى 130 دينار السرير الواحد. كيف المطاعم الجامعية راهو العديد منهم عندهم الجهد على خاطر يمشوا لتحسين جودة الوكلة الجامعية. 50% من ميزانية الوزارة راهي للخدمات الجامعية، يعني المنح والإعاشة والسكن. هذا وأكد عدد من الناجحات الجدد في البكالوريا أهمية هذه الأيام في ضمان حسن اختيار التوجيه الملائم. الحاجة البي في باكسنس تخليك قدامك برشا توجيهات باش تختار منهم، أما زادة تصعب عليك. الحاجة البي اللي هم يحكيوا لك على كل شيء وشنو تقرا، يعاونونا يعني، أما جست نقصر أنهم يحكيوا لنا شوية على الأفاق. صعبة مطلوبة وإلا ليه؟ جست يقول لك أقرا معناها ويوصف لك قديش معناتها باش تقرا 3 سنين، قديش من عام وكل، أما ما يعطيكش بالضبط شنيا أنت باش تلقى من بعد الأفاق بتاع الحاجة هذيك. نصحونا مثلا قالوا نقرا أونجلي خاطر اللغة العالمية معناها باش تحلك برشا أفاق وكل. الحق لقينا معناها هكا إحاطة وضاحت شوي شوي لما حالة، وإن شاء الله مزيد نهارات ومزيد نزيدوا نخموا ونزيدوا نشوفوا معناها، وإن شاء الله ربي سهل. ما برشا بروفيت نصفونا بالكدي، وحتى الغوم تاعك كيف تحطوا كل سبب. في إطار مشروع التشغيل والإعاقة، نظمت اليوم المنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة ندوة ختامية حول السياسة العمومية للتشغيل والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة. رئيس المنظمة يسري مزاتي أكد في تصريح لنجاة حسن أنه سيتم وضع ورقة سياسية تتضمن تنقيحات لبعض القوانين الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف إدماج هذه الفئة في الحياة الاقتصادية.
اليوم هناك ورقة سياسية ستوجه إلى مجلس نواب الشعب الغرفة الأولى والثانية وإلى رئيسة الجمهورية ورئيسة الحكومة وإلى وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التكوين المهني والتشغيل، تتضمن تنقيحات وتطويرات في بعض القوانين الموجودة للأشخاص ذوي الإعاقة. أهم نقاط هذه هي مواصلة خاصة حملة الداخل المؤسسات الخاصة من أجل تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في قناة 2%، بإحداث هيكل وطني داخل رئيسة الجمهورية ورئيسة الحكومة خاصة يعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة لكي تكون قضية الأشخاص ذوي الإعاقة مراقبة ومطبقة داخل جميع الوزارات، تعديل عديد القوانين خاصة تتبع وزارة المالية لتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على فتح المشاريع، إدماج الأطفال وخاصة التلاميذ الذين ينقطعون عن الدراسة وإدراجهم في التكوين المهني. بعد إطلاق وزارة التجارة وتنمية الصادرات البرنامج الخصوصي لمراقبة المخازن الأسبوع الماضي من مقر شركة تونسية لأسواق الجملة، ينتظر قريبا إصدار قرارات ترتيبية لتنظيم عمليات الخزن وتحديد أجالها للقطع مع كل أشكال الاحتكار والمضاربة وضمان حسن التزود والضغط على الأسعار، متابعة للموضوع في التقرير التالي لأحلام الجسمية. برنامج خصوصي لمراقبة مخازن التبريد لضمان مرور المنتوج عبر المسالك المنظمة ووصوله إلى أسواق الجملة بكل ولايات الجمهورية بالجودة والكمية والسعر المطلوب، أكد أهميته المكلف بالتسويق والتجارة الداخلية باتحاد الفلاحين أنور حراثي، مبديا بعض المؤاخذات بخصوص ما تضمنه النص الأول للقرارات الترتيبية المتعلقة بتنظيم عمليات الخزن. تنظيم مسالك التوزيع، احنا مع المسار اللي ماشية فيه الوزارة، خاطر ثم برشة فوضى وثم برشة مسالك موازية تسيطر على عرض المنتوجات في الأسواق. انطلاق المشروع هذا يأتي في إطار القوانين الترتيبية للمنشور التنظيمي اللي أصدره السيد الرئيس فيما يخص تنظيم مسالك التوزيع. قوانين الترتيبية وقع صياغتها على مستوى الوزارة في شكل لجنة إدارية، وتم عرضها علينا احنا كالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وتم صياغة الرد متاعنا الرسمي خاصة فيما يخص انه الفلاح يزمو يبيع المنتوج متاعو عن طريق عقد في البلدية، يوقع تعريب الأمضى في البلدية ثم بعد يوقع تسجيله في القباضة المالية، مما يؤدي إلى تعطيل تام للإنتاج. احنا عطينا رؤية بطاقات مهنية توضع بلجان مختصة في شروط إسنادها وكذلك الأجال. الناس هذوما اللي يتحركوا في الطريق نحبوا نعرفوا مشكون، هل ترى هذا مجمع إنتاج وهذا فلاح وهذا مقتني ثمار على رؤوس أشجارها وهذا تاجر، نحبوا نفرقوا. برشا مؤاخذات أخرى زادة أنك تدخل المبرد متاع الفلاح مع المبرد متاع التاجر، هذا ما يستقيمش. من جهته أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي رياحي أهمية هذا البرنامج وتوظيف الرقمنة لضمان تزويد الأسواق عبر مسالك منظمة، والأهم استفادة المستهلك من وفرة المنتوج بأسعار مناسبة. ادخال الرقمنة إلى مسالك التوزيع وبالتالي المراقبة بشكل أحسن، يستفيد بها المستهلك بشوية المنتوج متوفر ونعرف المنتوج ونعرف كمية متاع المنتوج، وبالتالي ما عادش مضاربة في المجال هذا، تلقى مراقبة في جل المواد وبالتالي الأسعار تنخفض آليا. هذا كله يساعد على توفير منتوج بكميات محترمة باش ما نلقاوش ندرة في المنتوجات. ويأتي برنامج تنظيم عمليات الخزن كخطوة للحد من الاحتكار والمضاربة والارتفاع المشطي في الأسعار والحد أيضا من فقدان عديد المنتوجات، خطوة من الضروري تعزيزها لغلق الأبواب أمام المسالك الموازية وصد كل محتكر ومتاجر بقوت التونسيين. بلغ عدد السياح الوافدين على تونس أثناء السداسية الأول من السنة الحالية أكثر من 4 ملايين وافد، وفق ما أكده المدير المركزي للترويج بالديوان الوطني التونسي للسياحة لطفي مانية، وأشار خلال استضافته اليوم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية أن سياسة الديوان ووزارة السياحة تتجه بالأساس نحو تنويع المنتوج السياحي من أجل القطع مع الموسمية وضمان ديمومة القطاع. المؤشرات إيجابية، موسم يسير بصفة طبيعية، فمن مؤشرات طيبة ونتائج طيبة على الأقل إلى موفى السداسي الأول من 2024 بتسجيل تقريب أكثر من 4 مليون سائح أو وافد غير مقيم. الموسم هو موسم ذروة الآن، وموسم معناها السياحة الشاطئية بالأساس، والنزل والمتواجدة في المنطقة دي هي معناتها الحقيقة فما قبال كبير عليها. نحن السياسة متاعنا في الوزارة وفي الديوان هو
أتوجه نحو التنمية متاع المنتوج اللي من شأنه أنه يقطع مع الموسمية اللي نحكي عليها، ومن شأنه أنه يضمن ديمومة للقطاع. بدوره نائب رئيس الجامعة الوطنية للنزل ورئيس جامعة الجنوب الشرقي للنزل جلال الهنشيري طلب بالعودة لاعتماد إحصائيات الليالي المقضات، بالإضافة إلى إدراج إحصائيات سياح غير المقيمين بالنزل ضمن المنظومة الرسمية. المعطيات على ليالي المقضات إن شاء الله ترجع، على خاطر ليالي المقضات أنا كنوب فندقة هامة جدا لنحنا، على خاطر اليوم فما عدة ناس ومرحبا بهم في تونس وما عادش يسكنوا في النزل، ولكن يدوروا المنظومة الاقتصادية وشخص كان ندخلوهم في المنظومة الرسمية كما النزل. الميزون دوت اللي مازالوا ما معناها مازال ما تعترضش فما قوانين باش تتحضر، والناس ولا تتريزيربي في اير بي ان بي، معناها أنت اليوم كنشوف في البلاتفورم انترناسيونال معناها عالمية ولات البروبوز اللي برودوي هذوما، وفي تونس زاد سون بروبوزي، معناها اليوم التونسي عنده دار باهيه ولا عنده بورتماني حاب يكريه يمشي للبلاتفورم ويكريه ويجيو ناس لتونس وياريت كننظموها. المشكل تو كانت تعطيني انت ليالي المقاضات وتقارنهم بالنسبه للوافدين، تشوف اللي مثلا في الوافدين وفتنا برشا 2019، لكن في ليالي المقاضات اللي احنا عندنا كنزل ما زلنا معناها ناقصين شويه. في سياق آخر، تفتتح اليوم فعالية الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولية لتمتد حتى 27 من أوت القادم، والتي تتضمن 11 عرضا دوليا وسبعة عروض تونسية وفق مدير المهرجان كمال الفرجانية. نجوم اللي استدعيناهم السنة هما نجوم ساعة قبل كل شيء مروا على ركح وعتلاء وركح مهرجان قرطاج وهما ما يعرفهم حد، كيف ما لطفي بوشناك وزياد غرسة بالنسبة للفنانين التونسيين، كيف ما أسالة نصري أو أمال ماهر أو كاظم الساهر اللي هما معناها كانوا صعدوا توا 30 سنة التالي وهما شباب ما يعرفهم حتى حد، توا في على الساحة الناس هذوما هما اللي ماخذين المشعل، وحاولنا باش يكونوا هما موجودين. ولذا كيف ما نعاود نقول شعار يعني هذه الدورة حقيقة هو شعار الجودة والتميز ودعم الثقافة الوطنية. وسيتم في الدورة الحالية لمهرجان قرطاج دعوة 5000 متفرج من سكان الأحياء الشعبية من تونس الكبرى، كما سيتم تخصيص جزء من المقاعد في بعض العروض لفائدة 3000 طفل من منظوري وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الراعية للطفولة وفاقدي السند ومؤسسة فدا وفق مدير المهرجان كمال الفرجانية. احنا السنة باش نحاولوا نستدعيوا يعني ما يقارب عن 5000 متفرج من الأحياء الشعبية التابعة لإقليم تونس الكبرى، نوفروا لهم النقل ونوفروا لهم الدخول مجانا إلى بعض العروض مهرجان قرطاج الدولي بالنسبة للدورة هذه، ثم أنه بالتعاون مع وزارة الأسرة باش نحاولوا أيضا تخصيص جزء كبير من المسرح ما يقارب على 1500 مقعد لأطفال في كل سهرة من السهرات، يعني في الجملة 3000 طفل اللي هما من منظوري وزارة الشؤون الاجتماعية وأيضا جمعيات الراعية للطفولة فاقدة السند ومؤسسة فداء الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من عسكريين وعوان قوة الأمن الداخلي والديوانة وبيقولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، وأيضا حتى بعض الأطفال الفلسطينيين اللي قاعدين يتعالجوا بمستشفياتنا بتونس. وأصبحت النزعة التجارية ظاهرة لافتة في المهرجانات الصيفية حتى العريقة منها، بما في ذلك مهرجان قرطاج، في مقابل تراجع المنح الثقافي الذي كان يميز هذه المهرجانات منذ تأسيسها، ظاهرة لها أسبابها ودلالاتها. تقرير نجيب جنات. معادلة الثقافي والتجاري رهان كبير لكل المهرجانات خاصة العريقة منها التي تستقطب اهتمام شرائح واسعة من الجماهير وتحظى بإشعاع دولي ملموس، لكن في ظل المتغيرات الحديثة وتحولات الذائقة أصبح المنح التجاري مهيمنا بشكل لافت على مهرجان قرطاج وغيره من المهرجانات الكبرى خلال السنوات الأخيرة، مخلفا فيضا من الأسئلة حول طبيعة هذه الظاهرة وأسبابها. المسرحي أنور الشعار يرجع ذلك إلى تراجع الاستثمار في عقول المتفرجين.
أعرق المهرجانات الصيفية مهرجان قرطاج، بدأ سنة 64 بمسرحية مدرسة النساء اقتباس محمد الزرقاتي، بدأ وفيا للفن الرابع للفن الراقي سواء في المسرح أو في بقية الفنون. صعد على رقحه عمالقة الطرب العربي والعالمي، لكن في السنوات الأخيرة شهدنا تقهقرا واضحا. هذا راجع إلى خيارات مديري المهرجانات وهيئاتها، يعني أصبح تهيمن عليه نزعة التجارية، فأصبح يصعد على رقحه من لا يسعق ذلك، في حين أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في العقول والرقي بالذوق، هذا هو الاستثمار الفاعل. لكن للأسف السنوات الأخيرة شهدنا هذا التقهقر. بروز الجانب التجاري في مهرجان قرطاج وغيره من المهرجانات لا ينفي حضور بعض العروض الإبداعية ذات المنحى الثقافي الواضح، مما يعزز الانطباع حول رسالة هذا المهرجان العريق تجاه الجمهور والذائقة والإبداع، وفاء لعراقته وتاريخيته ومكانته ضمن المهرجانات الدولية الكبرى. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn. وفي تطورات الأوضاع في شأن الفلسطيني، في اليوم 86 بعد 200 من الحرب الصهيونية على قطاع غزة استشهد وأصيب العشرات في غارات وعمل قصف، طالت مناطق من مدينة غزة ودير البلح ومخيمي البريج وانصيراط وبلدة الزوايد وسط القطاع ومدينتي رفح وخان يونس في الجنوب من القطاع. وأكدت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر راح ضحيتها 54 شهيد و95 مصاب خلال الساعة 24 الماضية. في المقابل تواصل فصائل المقاومة عملياتها ضد قوة الاحتلال بنصب المزيد من الكمائن المحكمة وقصف المستوطنات على الحدود من القطاع. وعلى الصعيد الإنساني، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم أن كل المرافق الصحية في جنوب قطاع غزة وصلت إلى نقطة الانهيار بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل. سياسيا، قال متحدث رئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إنه لا سلام ولا أمن لأحد دون إقامة الدولة الفلسطينية وفق الشرعية الدولية. يأتي ذلك ردا على تصويت الكنيست الإسرائيلي فجر اليوم بالأغلبية على قرار يرفض قيام دولة فلسطينية. ومن جهة أخرى، تستعد محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة للكشف غدا الجمعة عن رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967. نقطة ونهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. في انطلاق الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي دورة 24 2000، الإعلان عن إحداثات جديدة في المسارات التعليمية وتوفير 12,000 سرير إضافي خلال العودة الجامعية المقبلة. قريبا إصدار قرارات ترتيبية لتنظيم عمليات الخزن وتحديد أجلها للقطع مع كل أشكال الاحتكار والمضاربة. وفي النشرة كانت متابعة للموضوع. الليلة افتتاح الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي، وفي النشرة كانت فكرة عن برمجة الدورة وجديدها. وفي شأن الفلسطينية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت انهيار جميع المرافق الصحية جنوب قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني المتواصل. بدورها الكنيست الإسرائيلي صوت على قرار يرفض قيام دولة فلسطينية. ختام النشرة قدمها لكم ياسين الفوغالي، للقاء. انت تونسي عندك بطاقة تعريف وعمرك 18 عام او اكثر قبل 6 اكتوبر يوم الاقتراع الخاص بالانتخابات الرئاسية، وتحب تعرف ولا تثبت من مركز الاقتراع اللي مسجل فيه، يكفي انك تضغط على نجمة 195 نجمة رقم بطاقة تعريف الوطنية دياز، او تزور موقع www.twensa.easy.tn. لطلب اي معلومة تضع الهيئة على ذمتكم مركز النداء 1814، موقع الويب www.easy.tn، صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، وإلا تنجموا تتوجهوا لأقرب مقر هيئة فرعية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. الانتخابات الرئاسية 2024.
مهرجان قرطاج الدولي يقدم أوبرا كارمن، آخر إنتاجات مسرح الأوبرا تونس، مستوحاة من أشهر أعمال الموسيقي الفرنسي جورج بيزي، تعاون تونسي إيطالي فرنسي في عرض لتجسيد معاني الحب والحرية والشغف. أوبرا كارمن الأحد 21 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا. تباع التذاكر بمدينة الثقافة شادي القليبي، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، وعلى موقع e-festival.in. 85 سنة ونحن معاكم تسمعونا ونسمعكم، نلتقي من خلال هذا المذياع الساحر. معنا احنا بديت الحكاية ومحليها حكاية، محليها محبة، محليها عشرة. تسمعوا على موجات إذاعة الإذاعات بنت المالوف.